ما رد سماحتكم على من يقول أن تقبيل الأجنبية ونوال منها كل شيء عدا الزنا ذنب يغسله الاستغفار؟ هذا منكر ويصار عليه كبيرة من الكبائر، لا يزيله الاستغفار ولا يزيله إلا التوبة. فإذا قبلها بغير حق، قبلها وهي غير محرم الله، أو مسها أو ما أشبه ذلك، هذا لا يمحوه إلا التوبة وذنب يصار عليه كبيرة. إذا تاب إلى الله جل وعلا أو ولم يصر الندم على ذلك، أو حافظ على الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان ورمضان وتجنب الكبائر، غفر الله له الصغائر التي لم يصر عليها. أما إذا أصر عليها صارت كبيرة، نعوذ بالله، لا بد فيها من التوبة.